مشاهدينا، وفي افتتاح فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان أيام بيروت السينمائية عرض فيلم ربيع الذي يناقش قضية الهجرة واللاجئين التي تعاني منها المنطقة العربية ولبنان بشكل خاص. المهرجان مستمر حتى 24 من مارس الجاري، ويشارك فيه أفلام من السودان، سوريا، المغرب وفلسطين. بدك الباسبور؟ أنا بدي أعمل باسبور لأنه بدي سافر أنا والجوقة على أوروبا. جوقة؟ أنت بتغني؟ نعم. هاي الهوية من قانونية. السينما مرآة المجتمع والسياسة، لذا وقع الاختيار على فيلم ربيع ليكون فيلم افتتاح فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان أيام بيروت السينمائية في العاصمة اللبنانية، والتي تركز هذا العام على قضايا الهجرة والمهاجرين التي تحظى باهتمام دولي واسع. الفيلم يحكي عن قصة شاب أعمى يتعرض لصدمة عنيفة عندما يكتشف أنه ابن بالتبني للعائلة التي يعيش في كنفها أثناء استخراج أوراقه الرسمية للسفر مع فرقته الموسيقية ليبدأ رحلة البحث عن جذوره في أرض سكانها عاجزون عن سرد الماضي. الممثل اللبناني بركات جبور الذي قام بدور ربيع اكتشفه مخرج الفيلم أثناء بحثه عن موسيقى كفيف البصر في المدرسة اللبنانية للضرير والأصم في بعبدة. وأكيد منشوف الشخص الضرير بالفيلم كيف عم يلعب موسيقى، كيف عم بيعيش حياته الطبيعية مثله مثل أي إنسان عادي. منشوف الشخص الضرير مش بالشفقة، لا، منشوفه على حقيقته، بقوته، بصلابته، وبدايما إنه هو عم ينبش ومصر يضل لحتى يوصل للحقيقة. يعني هو دايما مثابر منشوفه بالفيلم وعنده طاقة. الفيلم نال إعجاب من حضروا افتتاح المهرجان، والذين أكدوا أهمية تناول السينما لموضوعات تشكل ثقافة العالم العربي وتمسه بقضايا مثل الهجرة، وهو ما لمسته المديرة الفنية للمهرجان زينة صفير. وجود مهرجان بمدينة مهم للحركة الثقافية خاصة بالعالم العربي، لأنه زيادة منا فهمانين أهمية أنه يكون في عمل ثقافي أو حركة ثقافية بالمدن، فكتير ضروري، وهيدي حاجة منا شيء بيجي بالدرجة الثانية. يعني في أشياء أهم، الثقافة مهمة مثل حيلا شيء آخر ببنية مدينة. المهرجان الذي بدأ في 15 وينتهي في 24 من مارس الجاري يشارك فيه قرابة 10 أفلام من السودان وسوريا والمغرب وفلسطين، يهتم بالمشكلات التي تواجه تلك البلدان ودول الجوار السوري التي استقبلت نحو 5 ملايين لاجئ معظمهم يقيم في تركيا والأردن، وتستضيف لبنان أغلبهم بسبب الحرب.